وأنا أقول هذه نعم. نقطة مهمة، هذه الاكتشافات عموما أي نعم الرئيس أردوغان هو الذي أعلن عنها، ولكن يا سيدي الذي يقوم على هذه الاكتشافات هو عبارة عن عمل مؤسسات وطنية تركية، وهنالك مؤسسات وشركات كنترول عالمية، وهنالك جهات دولية، وهنالك هيئات ومنظمات مسؤولة عن البترول والنفط إقليمية. يعني الموضوع ليس قابلا للإخفاء والتأليف. يعني حتى المعارضة نفسها لا تشكك في هذا الأمر، لأن الأمر نتكلم عن حقائق، نتكلم عن مسح جيولوجي، عن سيسموغرافيك، نتكلم عن ما تم تصويره وتم توثيقه وتم الآن يتم استخراجه ويتم تخزينه ويتم الآن تأسيس شبكات ضخمة جدا لنقله إلى البيوت، المنازل. على المنازل. فالتصريح الرئيس، نعود إلى الحدث، نعم. تصريح الرئيس يوم الاثنين قبل يومين 540 مليار متر مكعب اكتشفت سابقا عام 2020، نعم. الآن ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 710 مليار متر مكعب، أي بزيادة 170 مليار متر مكعب من الغاز. ماذا هذا يعني؟ يعني التالي: واحد، حجم المكتشف من الغاز الطبيعي العائد إلى تركيا، القيمة السوقية الحالية أعلن عنها الرئيس 1 تريليون دولار، ومعنى 1 تريليون 1000 مليار دولار. بمعنى آخر، تركيا دائما تستورد ما قيمته من الغاز الطبيعي سنويا 21 مليار دولار، هي إجمالا من الطاقة جميعها 40 مليار، نعم. نصفها 21 مليار من الغاز الطبيعي، من الغاز، نعم. ونصفها الآخر من البترول. 21 مليار دولار، 1 تريليون قسمة 21 مليار، تحدث عن 50 سنة، نتكلم عن تقريبا 43 إلى 50 سنة من احتياج تركيا الداخلي أصبح مؤمن، وهذا في حد ذاته ثروة. نعم. طيب ما انعكاسات هذا على الاقتصاد التركي؟ واحد، بأن فاتورة الاستيراد ستنخفض بمقدار 21 مليار دولار، لأن تركيا لن تدفع ال 21 مليار التي كانت تدفعها في السنوات الماضية لاستيراد الغاز. طب ستبقى في الخزينة، وبالتالي ما يسمى الميزان التجاري سيقلب إلى صالح بين الواردات والصادرات، سيصبح فائض بعدما دائما. يعني سنخرج من حالة العجز التجاري، سنخرج مباشرة من حالة العجز التجاري إلى حالة الفائض التجاري. متى يبدأ هذا الأثر بالحدود؟ طبعا من هذا يعني تحدثنا منذ سنتين كان هناك اكتشافات، لكن الآن حتى بدأت تصل. لن يحدث هذا في يوم وليلة، نعم. هذا بحاجة إلى بنية تحتية، بحاجة إلى تأسيس شبكات واستخراج وتخزين، وقد بدأ ذلك بالفعل. بدأ ذلك ونحن على وشك الانتهاء، نعم. ولدينا معلومات مؤكدة في آذار من العام القادم 2023 في شهر مارس آذار، يعني بعد 3 شهور تقريبا سيصل الغاز، سيبدأ ضخ الغاز إلى البيوت وإلى المصانع التركية. الغاز التركي المكتشف من البحر الأسود سيتم ضخه إلى تركيا. طبعا لأن هنالك سيتم تخفيض تكلفة استهلاك الغاز بنسبة 20-40%، ولكن بالمقابل سيكون هنالك أيضا انتظار لانتهاء العقود الآجلة مع شركات الموردين، نعم. حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد وميزان المدفوعات.